محمد إبراهيم صلاح يعشق برشلونة وبازل ساعده في مسيرته. صلاح يشترط تعاقد ليفربول مع هالاند من أجل بقائه. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب محمد صلاح ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنجم المصري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. مدافع ليفربول السابق عقد محمد صلاح الجديد لن يقتصر فقط على ما ينتجه داخل الملعب. يؤمن ستيفن وارنو مدافع ليفربول السابق أن نجاح ليفربول في تمديد عقد محمد صلاح سيجني للنادي الكثير من الأرباح ليس فقط داخل الملعب. وينتهي العقد الحالي لصلاح 29 عاما في صيف عام 2023، ويسعى ليفربول جاهدا لتمديده في أقرب وقت للحفاظ على هدافه. وقال وان وورك في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو، من وجهة نظر ليفربول عقد صلاح الجديد لن يقتصر فقط على ما ينتجه في أرض الملعب، عليك أن تفكر فيما يجلبه من حيث الإيرادات. وأضاف: يأتي الناس إلى ملعب أنفيلد لمشاهدة محمد صلاح، قمصانه تباع في كل أنحاء العالم. وتم: لا أعتقد أن هناك أي شك في أن صلاح سيوقع عقدا جديدا. قبل أيام قالت شبكة إيس بي أن التلفزيونية الأمريكية إن نادي ليفربول سيقدم عرضا قياسيا ليستورته محمد صلاح، وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي سيمنح صلاح وفقا للعقد الجديد 500,000 جنيه استرليني أسبوعيا، وهو راتب أكبر من الذي يحصل عليه كريستيانو رونالدو أيقونة مانشستر يونايتد، والذي يتقاضى ما يقرب من 400,000 جنيه استرليني أسبوعيا. بينما قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن تجديد عقد لاعب مثل صلاح ليست مسألة سهلة، وأشار إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد بين الطرفين. وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي في عام 2017 و2018، وكان هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-2018 و2018-2019، وجاء صلاح ثالثا في جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأفضل لاعب في عام 2018، واحتل المركز الرابع والسادس في 2019-2020. صلاح ونيني وماني ومندي يغيبون عن نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية. أعلنت اليوم الجمعة مواعيد المباريات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وسيلعب تشيلسي ضد توتنهام في 15 من يناير المقبل، بينما يواجه ليفربول فريق أرسنال في 16 من يناير. وبسبب انطلاق كأس إفريقيا يوم 9 يناير المقبل في الكاميرون، متوقع غياب عدة لاعبين من أندية تشيلسي وأرسنال وليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة، وهم أدوارد مندي تشيلسي وتوماس بارتي ومحمد النني أرسنال ومحمد صلاح وساديو ماني ونبي كيتا ليفربول، وذلك بسبب مشاركة هؤلاء النجوم مع منتخبات بلادهم في كأس إفريقيا. وسيجري نهائي كأس الرابطة في 27 من فبراير المقبل. محمد صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي بعد تغييرات القيمة التسويقية للاعبين. تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي بعد انخفاض القيمة التسويقية للعديد من نجوم البريمير ليج مؤخرا، وفقا للإحصائية التي نشرها موقع ترانسفير ماركت العالمية. وشهدت القيمة التسويقية للاعبي الدوري الإنجليزي العديد من التغييرات، حيث شهدت انخفاض قيمة بعض النجوم مقابل ارتفاع القيمة التسويقية للبعض الآخر. ذا أتلتيك على ليفربول التجديد لمحمد صلاح قبل بدء أجراس الإنذار. تحدث الصحفي الشهير جيمس بيرس عبر شبكة ذا أتلتيك الإنجليزية عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول وآخر تطورات تجديد عقده. ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم المصري مع ليفربول في صيف عام 2023، ولم يتوصل محمد صلاح إلى أي اتفاق حتى الآن مع مسؤولي ليفربول حول تجديد عقده. شاهد أبو تريكة زعلان من صلاح ويشن هجوما لاذعا على الفيفا. أبدى محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والمحلل الرياضي بقناة بي إن سبورتس عتبه على محمد صلاح نجم ليفربول بعد إضاعته لركلة جزاء في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي. وأضاع صلاح ركلة جزاء تصدى لها الحارس كاسبر شمايكل ببراعة في المباراة التي انتهت لمصلحة ليستر بهدف دون رد ضمن الجولة 20 من البريمير ليج أمس الثلاثاء. وقال أبو تريكة في الاستوديو التحليلي الذي أعقب المباراة:
أفضل اللاعبين في العالم يضيعون ركلات الجزاء، لكن أنا زعلان من محمد صلاح، وسبب أنه بعد ضربة الجزاء هرب من الكرة وتابع أبو تريكة. لقد خاف محمد صلاح من الكرة، هو ليس لاعبا صغيرا بل أفضل لاعب في العالم، لكن عليك عدم الاختفاء ولمس الكرة بشكل مستمر حتى يستفيق وينزل إلى منتصف الملعب أيضا. مثل هذه الأشياء تحدث وعلق أبو تريكة عن فرصة ذهبية ثانية لصلاح أعقبت ركلة الجزاء قائلا: الكرة التي صدها شمايكل جاءت إلى محمد صلاح بالصدفة، ولو كان بثقته ويتمتع بالهدوء لوضعها في الشباك، لكن اللاعبين الكبار يتعلمون دائما بعد إضاعة ركلات الجزاء. ومن جهة ثانية شن أبو تريكة هجوما كبيرا على الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وذلك لاعتقاده بأن المؤسسة التي تحكم عالم السحر المستديرة تتعامل مع الاتحاد الإفريقي للعبة بطريقة تفوح منها رائحة الاستعلاء والاحتقار. وجاء هجوم أبو تريكة على الفيفا ردا على سؤال حول البيان الرسمي الذي نشره الاتحاد الدولي لتمديد بقاء اللاعبين الأفارقة مع أنديتهم الأوروبية حتى 3 يناير بدلا من الموعد المتفق عليه مسبقا، بسماح لنجوم القارة الإفريقية بالانتظام في معسكرات منتخبات بلادهم قبل 2 من بطولة أمم أفريقيا التي من المقرر أن تنطلق في الكاميرون في 9 المقبل. وقال أبو تريكة: أتمنى أن يفعلها الفيفا في كل البطولات والمسابقات، لا يأتي عند الأفارقة واللاعبين الأفارقة ويعطيهم التصريح، وأضاف: لا توجد معاملة بالمثل طبعا، وأنا آسف جدا لأقول أنهم يعاملون إفريقيا باحتقار مضيفا: هذا يحدث بضغط الأندية الأوروبية معك أن يكون هناك حوار وتسمح للاعبين بالحضور قبل 2، لكن باقي المسابقات تصفية أمريكا الجنوبية وأفريقيا تعمل بالمثل. ووصل هجومه: هناك كأس العالم للأندية ينظمها الفيفا، وهناك بطولة أمم أفريقيا ينظمها الكاف، ويوجد تعارض في المواعيد بينهما. على سبيل المثال هناك 6 إلى 7 لاعبين في الأهلي مع المنتخب ومشاركين مع الأهلي في كأس العالم، أحب أن يكون هناك حوار لكن بتساوي. ومن يدير الاتحاد الإفريقي إنفانتينيو رئيس الفيفا، ومن يعين نصف الموظفين هو إنفانتينيو، ومن يعين السكرتير العام هو إنفانتينيو. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: هل سيرحل محمد صلاح ليفربول هذا العام؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي. We'll be right back.